تقع على رأس الخليج وتجاور دوله، وصفت بثغر العراق، وهي المنفذ البحري الوحيد في العراق للاتصال بالعالم عبر 3 خطوط ملاحية عالمية. تتمتع محافظة البصرة بأهمية جغرافية واستراتيجية متميزة، ما يوفر لها ميزة القرب من الأسواق الإقليمية والعالمية وانخفاض كلفة النقل، بالإضافة إلى ما تمتلكه من مصادر للطاقة، وهذا ما جعلها تتميز عن بقية المحافظات العراقية الأخرى من ناحية الاستثمار، إذ شهد قطاع الاستثمار في مجال الفندقة تطور ملحوظ، وذلك لوجود شركات عالمية في المدينة، بينما شهد قطاع السكن بعض التقدم البسيط بعد إحالة عدد من المجمعات السكنية في المحافظة إلى الاستثمار. ناهيك عن ملف القطاع الصناعي في البصرة الذي يعاني من الإجراءات الروتينية القاتلة وعدم الحماية، على الرغم من وجود إقبال كبير من قبل الصناعيين على تفعيل هذا القطاع بشكل كبير، بينما لم يزل قطاع الصحة والتعليم في دائرة التراجع أسوة ببقية المحافظات الأخرى. ورغم وجود نمو لبعض القطاعات الاستثمارية في البصرة، لكن إذا ما قورنت مع موقع البصرة ومكانتها، فإن الأرقام التي تعلن لم تلبي الطموح بأي شكل من الأشكال. وهنا يعلو صوت أبناء البصرة بالتساؤل، متى تستثمر البصرة بشكل يتوافق مع مطالب أهلها وإمكانياتها؟ ومتى يمنح الاستثمار في البصرة التسهيلات اللازمة من قبل وزارتي المالية والنفط وبقية المؤسسات الحكومية التي شكلت وتشكل عائقا كبيرا أمام تنشيط الحركة الاستثمارية في المحافظة؟ لبرنامج دينار على الجميل العراقي الإخبارية، بغداد.